قصة إنسانية عنوانها العطاء، وهي لسيدة عاشت مع والدتها رحلة معاناتها خلال فترة علاجها من مرض الكبد لفترة طويلة. قررت بعد ذلك أنها تتبرع لوالدتها بالكبد حتى تنهي معاناة والدتها دون أن تخبرها أنها هي المتبرعة لها. تفاصيل هذه القصة ترويها لنا جفلة الحربي، ممرضة ومتبرعة بالكبد. أهلا وسهلا فيك، نورتينا اليوم يا جفلة. هلا حياك الله. قصتك أكثر من رائعة. يمكن قعدنا نتكلم على السريع تحت الهواء عن بداية فكرة التبرع كيف كانت، وتفاصيل كثير ما ودي الحين أحرقها، حنحكيها طبعا في هذه الفقرة. لكن أبغاك تحكي لي القصة في البداية، هذه القصة اللي تعتبر أكثر من إنسانية. الناس يقولوا إنه طبيعي الوالدة فليش ما تبرع لها، لكن أبغى أسمعها منك. أول أشكركم على حسن الاستضافة، تلبية دعوتكم الشريفة. الوالدة يعني صح إن أمي هي أمي أتبرع لها، بس كان بدايتها عندها فيروس الكبد سي واكتشاف مراحل متأخرة، فكان ما قدامنا إلا حل إلا الزراعة، فكان من هنا القرار أني أتبرع لأمي كبد، وتمت الإجراءات والحمد لله. ما كانت تعرف الوالدة أنك أنت المتبرعة لها؟ لا ما كانت تعرف أبدا. كيف عرفت؟ كان أول بداية سو المواعيد مستشفى الملك فيصل التخصصي، وكنا متابعين بالمواعيد، فكنت أحط مواعيدي معها، فصعب أني أجي من القصيم للرياض ما تكون هي معايا، أو تسألني تقول جفلة وين رايحة، ليش رايحة للرياض. فكنت مواعيدي معها، فكانت أختي نخلص موعدها أخلص مع أخوي محمد مواعيدي، فكانت تسأل خواتي جفلة وين هي ليش تأخرت، فكانت أسئلة كثيرة. فهنا صعب أني أقول لها أني راح أتبرع لك. فبعد ما خلصنا الإجراءات الزراعة، فكان هنا القرار الصعب علي أني أقول لها أني أنا راح أتبرع لك أو أنك راح تزرعين كبد. فهنا ما أخبرناها نهائيا إلا بعد اجتماع مع اللجنة الطبية، وأخبروها قالوا تدخلون عن طريق الطوارئ. فكان يوم ويكند، فقلت لأمي بنروح للرياض خلاص طلعت النتائج الفحوصات الطبية. قالت ما عندك خبر فيها؟ قلت لا أبدا. قالت خلاص، ورحنا للرياض واجتمعنا مع اللجنة الطبية وأخبروها أنها راح تزرع كبد، بس ما قالوها من المتبرع؟ لا لا لحد الآن ما قالوا لها أبدا. تمام. لأني أنا راح أبيها تقتنع وتستخير هل هي راح تزرع أو راح ترفض. تمام. هنا وقفنا، خليناها تستخير يومين ثلاثة أيام، وهنا قررت أنها تزرع كبد. جفلة، هلا. فكرة أن الإنسان يأخذ قرار أنه يقطع جزء من أعضاء ومن جسده ويعطيها لإنسان ثاني هي شيء نبيل جدا وشيء إنساني للغاية، بس خلينا نتفق إن هي شيء مش سهل أبدا بالمطلق. أكيد. يمكن لما يكون المتبرع اللي أنا هتبرع له لأمي أو بنتي أو أختي، والله يحفظ الجميع يا رب، آمين، كمان لسه ستيل صعبة، ما أعتقد كمان إنها سهلة. كونك أنت تأخذ القرار أنك تتبرع لوالدتك وتنهي هذه المأساة، فإن هذا صفة يعني غاية في الرقي، غاية في النبل. الحمد لله. وأنا أكاد أجزم أنك المحركك أنك تقدري تقدمي لوالدتك نوع من البر لها، أنها تعطيها حياة أفضل وصحة أفضل. لكن عرفنا أن هي والدتك توفت بعد التبرع، ولكن ليس بسبب التبرع. كان إيش سبب الوفاة وكيف كانت القصة؟ هذا جزء من القصة. بالعكس، كان الزراعة والتبرع ناجح 100% مستشفى الملك فيصل، فكان عندها فيروس الكبد سي شرس، فأخبرونا قبل الزراعة أنه احتمال يرجع بعد شهر من الزراعة، فالمغامرة هنا بالزراعة نفسها. فتمت الزراعة الحمد لله بنجاح، وبعد سنتين من الزراعة رجع الفيروس. خلال السنتين كانت تعيش حياة طبيعية تماما؟ حياتها طبيعية جدا، وتسافر معانا وكل شيء الحمد لله. يعني حنا عشنا بسعادة معها الحمد لله، وتشوف يعني تقابلا وياها كانت تدعي لي أني تبرعت لها. الحمد لله تغيرت حياتها.
من قبل الزراعة إلى بعد الزراعة، فبعد سنتين بدأت هنا الأعراض تبين معها مثل ارتفاع الصفار، انزيمات الكبد، بدأت على الأدوية إبر الانترفيرون علشان يحد من نشاط الفيروس، فهنا بدأت المعاناة مرة ثانية. فأخذت فترة بعد الزراعة، السنة الثالثة يمكن بداية الرابعة هنا خلاص قررنا مرحلة جديدة من بعد الزراعة، فدخلت المستشفى ومع المضاعفات قررنا سفرها للولايات المتحدة الأمريكية لتكملة العلاج. فبعد ما رجعنا خلاص يعني نشط الفيروس، دمر الكبد الجديدة، هنا دخلت مضاعفات ما بعد الفيروس اللي هي مرحلة الغيبوبة الكبدية الله يرحمها، وبعد توفت الله يرحمها. الله يغفر له ويرحمها. يعني الوالدة توفت على حسب فهمت منك تقريبا في 2015 وحنا في عام 2023، ومن بعد وفاة الوالدة الله يغفرها ويرحمها أنت حملتي على عاتقك فكرة التوعية لأهمية التبرع بالأعضاء. أبغاك تكلمينا عن أهمية هذا الموضوع، يعني حتى يا جماعة تخيلوا أنه جفلة تبرعت ب 70% من الكبد. طبعا الناس يعني زي ما كنا بنقول أنا ولبنى أنه جزء من الكبد، طب كيف عشت ب 30%، هل أثر هل ما أثر؟ كلمينا عن هذه التفاصيل بعدين خلينا نتكلم عن أهمية التبرع بالأعضاء. هنا لما قررت أتبرع لأمي قالوا أنه يعني ما كان همني الشرح، ان بالبدايه ان الكبد فص ايمن وفص ايسر، راح ناخذ منك الفص الايمن للوالده، فما عندي النسبه كامله كم النسبه من عندي الفص الايمن، انا همي ان اتبرع لامي واشوف امي بخير ان شاء الله باذن الله. وقعدت افكر ما بعد الزراعه، فبعد قالوا لي انها اخذنا جزء 70% من الكبد، بس هذا بعد فتره يعني الحمد لله. بالنسبه لنشر ثقافه التبرع، لان كان ما كان في توعيه، ما كان فيه ثقافة للتبرع بالأعضاء زي ما تكون هالحين مع نشر المعارض والمؤتمرات والمؤتمرات الطبية، أو إنشاء بفضل الله ثم سبحانه إنشاء جمعية كبدك يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل، لأن والدته أصيبت بهذا المرض. فأنا تطوعت مع جمعية كبدك بسبب مرض أمي، أنا حبيت أنشر ثقافة التبرع بالأعضاء والتوعية من أمراض الكبد، لأن اكتشافنا المرض أمي كان مرحلة متأخرة، فهنا اكتشافنا يعني خطير، قالوا خلاص الكبد لازم زراعة، فهنا لازم أنه تكون أنت عندك توعية، عندك ثقافة أنك تكون تحليل إنزيمات الكبد، توعية حتى لو ما عندك أعراض بحكم العمر لازم تكون في مراجعات، لازم تكون في مراجعات، فهنا أنت تحمي نفسك. صح. إذا كان فيروس الحمد لله موجود العلاج ووفرته الدولة ما قصرت، فهنا المرحلة لازم تكون توعية. فأنا فكرة تطوعي مع جمعية كبدك لنشر ثقافة التبرع بالأعضاء. جفلة خليني أرجع لك خطوة لورا، وقت قرارك للتبرع أنت كنت متزوجة وقتها؟ لا، لم تكوني متزوجة. أخذتي استشارتي أحد من أهلك وأنت تأخذي هذا القرار؟ كان الاستشارة بيني وبين أهلي لما قالوا خلاص، يعني هي كانت مرحلة صدمة لنا أن أمي راح تزرع كبد، وكان مشاورات بيني وبين خواتي، فكان كلكم بنات؟ لا، كلنا بنات، أخوي واحد محمد الله يحفظه، فكان المشورة من اللي جاهز للتبرع، لأن خواتي ثنتين بالعمر، لأن عمر المتبرع يكون من عمر 18 إلى 45 وما يكون عنده أمراض مزمنة وما يكون مدخن، فالتدخين ممكن، ما أدري الصراحة ما أفتي فيه، فكان أنا كنت اللي جاهزة، فكان خواتي العمر ما يسمح لهم، وبعضهم فيهم سكر، أخوي مدخن، وكان وحيد أنا، صعب أن قلنا لا خلك. يعني إذا يعني أنا شوفي جمال البنات. صحيح. شوفي جمال البنات، قالت لك أخونا وحيدنا. أيه. ما هنغامر فيه، حنونة. أيه. جدا. صحيح. والله الله يبارك لكم في أخوتكم، يبارك لكم في بعضكم. كونك أنت أكبرهم ولا أصغرهم ولا إيش ترتيب؟ لا، أصغرهم. أنت أصغر واحدة. القادة. فكان صعب أن نغامر بأخويا، قلنا إذا أنا ما نسبتها تكون أنت موجود. فالحمد لله من هنا القرار أني خلاص راح. ما خفتي يا جفلة؟
ما خفتي على نفسك؟ ترى الإنسان نفسه عزيز عليه حتى لو أمام أمه وأبوه. لا والله للأمانة ما خفت، أنا خفت على أمي أكثر مني. فكنت والشعور هاي راح تزرع وش المضاعفات، لأن بعد الزراعة وكنت أنا في العملية كنت أزورها داخل غيبوبة اللي هي مرحلة تقبل الجسم الجديد، كانت الإفكي عالي. فكانت ما تصحي إلا تقول تنظر خواتي، ما تنظر لهم بصحوة. فكانت إذا شافتني تبتسم يا عمري. لا إله. وبعض الأحيان إذا صحت نظر خواتي تسلم وتقول وين جفلة. فكنت لازم أجيها وأنا كنت في خيوط يعني تعبانة مرة، بس الحمد لله. طيب أبغى أسألك كمان، بيقولوا لي ما أعرف الحين في بيغششوني بعض المعلومات، يوم سألوك لما الأطباء عفوا سألوا الوالدة مين تتوقع بتبرع لك، إيش قالت؟ ما على كلامك أول ما كانت الوالدة تعرف أني أنا تبرع. بس بعدين إيه جوها بعد ما استخارت وقررت تزرع، قالت لها الأخصائية الاجتماعية الله يذكرها بالخير بدرية الخريجي، قالت لها من تتوقعين راح يتبرع لك؟ قالت ما أدري الصراحة. قالت خواتك، تمهد لها هي بالموضوع. فقالت خواتك، قالت خواتي كبار يعني بس ما راح يجون. قالت بناتك، قالت بناتي يعني متزوجات واللي عندهم سكر واللي حامل. من تتوقعين؟ قالت شفت. ما عندي إلا جفلة. الله يحفظك. قالت عاد هي راح اللي تتبرع لك. قالت ليش ما قالت لي؟ قلت أنا خايفة على نفسيتك أكثر من يعني من إني أقول لك. يعني حنا محافظين على مرض أمي من 10 سنوات. ما كانت تعرف إن عندها مرض الكبد أبدا نهائي إلا قبل الزراعة بيومين. الله يغفر لها ويرحمها يا آمين رب، ويجعلك دائما يا جفلة نموذج للإنسان الإنساني. الله يعني. قاعدة أشوف عليك وسام الملك عبد العزيز. هذا وسام الملك عبد العزيز طيب الله ثراه للمتبرعين من الدرجة الثالثة. كلمينا أكثر عن هذا الوسام، كيف تحصل؟ هذا عليك؟ حصولي عليه بعد التبرع من مركز السعودي لزراعة الأعضاء، فهو يمنح للمتبرعين بالأعضاء من الدرجة الثالثة. ما شاء الله عليك. طيب أنا ودي أسألك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الحين أنت يعني متطوعة في هذا المجال، في المجال التوعوي بأهمية التبرع بالأعضاء وبالكبد تحديدا، إيش أكثر ردود الأفعال اللي ممكن تسمعيها من عدم القبول أو رفض فكرة التبرع، وكيف بتقدر تقنع الناس؟ لما أحد يقول كيف تبرعتي يا جفلة، ما قلت ما أذكر أني كيف تبرعت، أنا وافقت على نفسي، وافقت عشان أمي. بالعكس يعني أنت حاب تتبرع بالبداية، ما أقول لها أنا متبرعة، يقول لها أنا أبغى أتبرع، ودي أتبرع بس خايف. أقول لها أنا نموذج عندك. أنا متبرعة لأمي من يعني فوق 10 سنوات. وش الخوف اللي عندك؟ هنا يبدأ الحديث. سواء تبرع أو ما تبرع. وبالعكس ما شاء الله شوف الحين تبرعوا الأشخاص ما يعرفونهم. أبو أسألك كمان من ناحية ثانية، يعني أشعر أنه خصوصا الناس اللي تدخل في مجال التبرع أو تفكر وتكون مقتنعة بهذه الفكرة هم مسخرين من رب العالمين. الحمد لله. قديش تحس أن هذا الموضوع فرق معك كإنسان جفلة قبل التبرع بعد التبرع، لما كمان يعني شلت عاتق أني أنا أبغى أتحمل مسؤولية هذا الموضوع التوعوي وأقول للناس ترى الموضوع جدا مهم، أنت قاعد يعني تحيي ناس محتاجينك، كيف يعني كيف حسيتي فرق معك من الناحية الإنسانية؟ أنت ما شاء الله ممرضة، فبطبيعة الحال هذا يعني موجود فيك، بس القصد إن في ناس ما تعرف فرق كثير معايا. فأنت حب الخير للناس، أنت لما تعطي شخص جزء من جسمك الإنسان والشخص يعني شيء عظيم سواء القريب أو بعيد لك. يا جفلة اللي أنت بتتكلمي فيه، ما زلت أرى أن المتبرعين بالأعضاء يعني هم مسخرين ومذللين من الله سبحانه وتعالى. كلنا نتكلم بلسان الحال، نؤيد الفكرة ونعززها ونرفع الوعي فيها، لكن يظل صاحب القرار والمعني واللي هيقدم على هذه الخطوة في حينها وفي وقتها يحتاج تسخير وتذليل من الله سبحانه وتعالى. فاللي أنت مريتي فيه يعني مش قادر أنا أعبر عنه.
كونه للوالدة أو لغير الوالدة ففي صلاح نفس، والله يكتب لك هذا الأجر يا ربي فيه، وتشوفيه في كثير من الأشياء اللي أنت تحتاجيها في حياتك. إيش تنصح المتبرعين أو اللي زيي مثلا هو مسجل في التبرع بس دائما يشعر أنه كثير ممكن يقول لك أنا أتبرع بعد الوفاة، يعني أنا أتبرع بجسمي، كلنا نقبل هذه الفكرة. فكرة التبرع وأنا على قيد الحياة هنا اللي فيها خوف وتردد. وتردد. أيوة. طب أنا كيف هعيش؟ طب أنا كيف بواتفر كان إيش العضو اللي هتبرع فيه، كيف هعيش بعده؟ فالناس تقول لك أنا مع التبرع بس لما أموت. إيه. إيش تقولي للناس الأمثالي؟ بالعكس يكون تحتاج عزيمة قوة بدون تردد. أنت الشخص اللي قدامك هل هو يقرب لك؟ بغض النظر عن يقرب، الشخص محتاج تعطيه جزء من جسمك، تعطيه الأمل بالحياة، يعني يكون زي ما أشوف إن حياة أمي معاي، فأنا يوم عطيتها جزء من كبدي بدت حياة جديدة. فأنت لما تعطي الشخص هذا جزء من جسمك يكون شيء عظيم لك. صحيح. فالخوف هنا يعني ما راح يخليك تتبرع، يدخل بأسباب كثيرة. فهنا أنت القرار لك، وحسب تكون مناسب للمريض اللي يحتاج زراعة، هنا تكون أنت اتخذت القرار. يعني سبحان الله، أنا أخذها من ناحية إنسانية وحتى من ناحية الأجر، أجر عظيم جدا. يعني أنا أتوقع أن حتى تواصلك مع الوالدة بعد عملية الزراعة كان جدا مختلفة، ونظراتها لك ودعائها لك كان جدا مختلف عن يعني ما قبل. أوكي، يعني إحنا نحب عيالنا بالفطرة، لكن في بعض المواقف سبحان الله تكون فيها العلاقة ما تنوصف، فيها مشاعر مختلفة تماما. أبغى أسألك، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لك كثير من الفعاليات والأعمال الخيرية اللي شاركتي فيها، كلمينا عن أبرزها سريعا. أبرزها كان التطوع مع جمعية كبدك، التوعية، التثقيف، كوني أشتغل ممرضة مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، فأمر على مرضى يعني يحتاجون توعية عن الكبد أو محتاجين مساعدة، فأوقف هنا إذا خلصت شغلي أرجع لهم مرة ثانية، أنت عندك الكبد، وين وصلت وش محتاج، هنا أبدأ شغلي معه، فأوصلهم لجمعية كبدك وهم عاد يتلقون الرعاية. جفلة، ما في كلمات الواحد يقدر يعني يقولها لك في ختام فقرتنا غير أنت إنسانة نبيلة جدا، والله يكتب لك الأجر. آمين. وشكرا جزيلا لأنك كنت معنا. يا عمري يعطيك العافية، نورتينا. وجهدكم يا عمري، تسلمون. مشاهدينا، كذا نكون خلصنا مع جفلة، وننطلق معاكم في فقرات أخرى ولكن بعد الفاصل. بعد الفاصل، كيف تؤثر ثقافة تقسيط الكماليات على معاملاتنا المالية؟